عندي أيام الربع جتني في لحظات I'm not afraid.
بالقلب قل لي واش انت معي يا حبيب القلب قل لي واش انت معي حبيب القلب قل لي واش انت معي انت
ومشيو للميم وليمو حمادي أمان القد كان أقصد حدية نمحيو الدنور ما نزيدو للسيئة أمان القد كان أقصد حدية نمحيو الدنور ما نزيدو للسيئة أرسانات الليلة فوت لبا وشر شكرا الله عليك يا نبي العربي.
ما شاء الله ليهم الله يعطيهم الصحة تصفيقات حارة أخرى وأخرى وأخرى لأنهم يستحقوا. وفعلا اتحفونا بهذا الطبق المتميز ويعني حسينا حتى حنايا انهم ما سخاوش بنا، ولكن لو كان بامكاننا ان نواصلوا هذه السهره كنا ما غاديش ندخلوا عليكم، ولكن وصلنا لنهايه هذه السهره. واخر كلام اللي كنا عطرنا به هذه السهره لا اله الا الله اللهم صل عليك يا رسول الله. الحمد لله يعني السهره كانت جد ممتعه، فيها تنقلات وفيها تجوال عبر دروب طرب الاله مع الاستاذ محمد امين الاكرمي والجوق ديالو المتميز الاستاذ جوق محمد العربي تمساماني، وكذلك المنشده المتميزه رغم صغر سنها ولكن ما شاء الله عليها عندها عطاء متميز زينب افيلال، وكذلك ما نساوش اعضاء الفرقه كلها يعني اعضاء الفرقه كلها فردا فردا ما شاء الله عليهم عزف اداء اناقه، وهذا دليل على الفنان اللي كيكون سفير بلده فهما خير سفراء بلدنا الحمد لله. كان نوجه الشكر كذلك لكل من دعم هذه الامسيه هذه من قريب او من بعيد من صحف ومن اذاعات وطنيه، ومن ننساش نشكر القناه الثانيه اللي حضرت لتغطيه الحدث وكذلك اللي غادي تبث هذه السهره عبر اثير اذاعه دوزان اللي غادي تكون في برنامج الزميل والاعلامي المتميز الاستاذ يوسف بحار، فتحيه ليه وتحيه للبرنامج وكلمه ونغمه. والان غادي ننادي بلا ما نطول عليكم اكثر من هذا الشيء، غادي ننادي الراس المدبر لهذه السهره هذه هو المهندس عمر الشريبي، فليتفضل مشكورا الى الخشبه. وما شاء الله عليكم حضور متميز متالق، وحنا ما احوجنا لهذا النوع ديال الجمهور اللي كيتذوق الكلمه الطيبه واللحن الاصيل. نخليكم مع المهندس عمر الشريبي. نشكر جميع الحضور على عاونتونا، هاد السهرة ما كانش يمكن تنجح بلا الحضور ديالكم، وبغيت نشكر ثلاثة الناس بالأخص اللي عاونوني بزاف. الحاج عبد السلام أفيلال اللي رافقني في هادشي كله، وشحال خاطي وسي مصطفى ومدام إيمان لاجونس إيفن ستريت اللي فريمون بلا بيهم ما كنتش نقدر ندير والو. وميرسي بوكو على البروشين. موعدا ان شاء الله في السهره المقبله، لان المهندس عمر الشريبي يشوف المهندس والفنان يعني جات زوينه متميزه. المهندس عمر الشريبي كيوعدكم ان غادي تكون سلسله ديال الحفلات اللي غادي تكون كل وحده عندها تيما متميزه، فكنتمنوا ان شاء الله تكونوا حاضرين معنا في السهره المقبله. وشكرا على الحضور وشكرا على حسن الاستماع، وتصفيقات ليكم انتما. شكرا.